باشمهندس اسلام، دي خلاص المرحله الاخيره من مراحل تحليه المياه. هنا بيتم نزع الملح وتطلع المياه في الاخر الحمد لله نظيفه او قابله للشرب. ايه اللي بيحصل في المرحله دي؟ اللي باين قدامنا طبعا مرحله سيبريشن سالتس بتاعتنا، اللي هي فصل الاملاح اللي احنا بنقوم بيها، اللي هي وحده التحليه اصلا اللي بتقوم بعمليه فصل الاملاح عن طريق الفيزلات اللي موجوده قدامنا دي. موجود في داخلها مجموعه من الاغشيه اللي بتقوم بالعمليه الاساسيه طبعا، اللي هي فصل الاملاح في اتجاهين. ميه بتبقى عندي ميه منتجه حلوه ودي بيتم تخزينها، وميه ثانيه بتبقى كونسنتريت ميه شديده الملوحه بيتم طردها، وبتبقى دي ميه مرفوضه تماما فبيتم طردها على الريجكت الصرف. طب باشمهندس انا عايز اتخيل ازاي ميه مالحه انزع منها الملح وهو دايب فيها، ده بيتم ازاي؟ بيتم طبعا عن طريق الممبرين اللي هو الغشاء شبه نافذ او شبه منفذ اللي موجود عندي في داخل الفيزلز او الاوعيه اللي موجوده عندي في اللي هي باينه قدامنا لونها ابيض دي، عن طريق ضغط عالي. الضغط ده بيتم عن طريق ترمبه او مضخه اللي بتسمى مضخ ضغط عالي، دي في قلبها مجموعه من الامبلارات بتقوم بالضخ بضغط عالي جدا، بضغط اعلى من الضغط الاسموزي اللي هي اصلا اساس التحليه او عمليه التحليه اللي بنقوم بيها. والضغط ده بيعدي مباشره على الغشاء شبه منفذ ده، فبيبدا الغشاء ان هو يفصل الجزيئات. طبعا الميه بتبدا تتغلغل في قلب الممبرين، بتطلع بعد كده من الجزء اللي باين قدامنا ميه حلوه، وجزء الريجكت بيبدا يمشي على السطح ويطلع بعد كده من الاتجاه الثاني على السطح. هو احنا الضغط ممكن فعلا يعمل كل الكلام ده؟ الضغط العالي؟ تمام يا فندم، الضغط العالي هو اصلا اساس التحليه. التحليه اصلا اساسها ان انا بقوم بتناضح عكسي. ايه هو التناضح العكسي؟ الميه دي انتقال المحلول بتاعها بينتقل من الاعلى للايه؟ للاقل عبر الضغط ده، الضغط اللي هو اللي انا بقوم بيه. انا عندي ميه علشان افصل عمليه او افصل الاملاح اللي موجوده عندي في الميه دي، بقوم بالضغط ده عبر الممبرين ده، بعمل صدمة مباشرة للممبرين، فالممبرين بيقوم بعملية التحلية مباشرة عن طريق الضغط الأنبيل المضخة. يعني الضغط ده محتاج طاقة كهربائية، وده طبعًا من ضمن التكاليف اللي بتخش في في تكاليف تحلية البحر. طبعًا ازاي ممكن اقلل تكلفة الطاقة؟ انا هنا طبعا استخدمت اللي هو البريشر اكستشينج اللي هو الانرجي ريكفري اللي هو البي اكس بتاعي او مبادل الضغط، هو موفر الطاقة بتاعي في توفير عدد كيلوات بتاعتي المستخدمه في التحليه. تمام، وهو ده موجود عندنا هنا، وده يعتبر من اعلى تكنولوجيا استخدمت في مصر حاليا وفي الدول الاوروبيه عامه. ده اللي بيقلل لي تكلفه المتر مكعب من الميه. بالظبط، بيقلل لي تكلفه الطاقه في المتر مكعب من الميه عندي. يعني كده الميه المالحه خلاص هرجعها البحر، والميه الحلوه او اللي تم تحليتها بتروح فين بقى؟ المياه الحلوه ببدا ان انا اخزنها طبعا في خزان عندي عبر خطوط الضخ اللي عندي، بتطلع من الشبكه عندي من وحده التحليه، بتبدا تتخزن عندي في خزان البرودكت او المياه المنتجه اللي انا هبدا بعد كده اضخها على المواطن. بتكون خلاص صالحه للشرب 100%؟ صالحه للشرب، ببدا ان انا اعمل لها معالجه نهائيه. اللي هي ايه بقى؟ المعالجة النهائية اللي أنا ببدأ إن أنا أعملها، إن أنا الممبرين بتاعي بيبدأ يفصل المعادن دي اللي هو الغشاء الشبه منفذ ده، بيبدأ يفصل المعادن وبيخلي عندي نسبة أملاح قليلة، فببدأ أتابع حاجة اسمها البي اتش أو الباور هورس اللي هو الأس الهيدروجيني الخاص بإيه، إن أنا أشوف المية دي صالحة للشرب ولا لأ. لو البي اتش بتاعي فيه اي مواد حامضيه او مواد قلويه، ببدا ان انا احقن حقن كيماوي في الميه علشان اضمن ان الميه صالحه للشرب. دي خطوه من الخطوات. تاني خطوه ان انا ببدا احقن سي ال كلور في الميه علشان اعقم وقت للبكتيريا في الشبكه، عشان اضمن عدم وصول بكتيريا للمواطن ويشرب ميه صالحه للشرب. تالت حاجه ان انا بستخدم مبنى اسمه مبنى الكالسايت في استرجاع المعادن المفقوده من الميه، علشان اضمن المعادن تبقى مليانه، الميه تبقى فيها معادن وتبقى الميه كده صالحه للشرب تماما. كده حافظنا على الميه طعما وفائده. حافظنا على الميه من ثلاث اتجاهات، البي اتش اللي هو الهيدروجيني بتاعي، ان انا ميه شفت الميه بتاعتي صالحه للشرب،
التعقيم بتاعي مناسب، استرجاع المعادن المفقودة اللي فقدتها الوحدة مناسبة. بعد كده ببدأ إن أنا أخزن المياه دي في خزانات، وببدأ إن أنا أضخها على الشبكة بشكل طبيعي جداً عن طريق طرمبات أو مضخات للمواطن، تبدأ توصله عن طريق الخطوط بتاعتنا. بس إحنا كده اللي كان داخل في المحطة في الأساس حوالي 120 ألف متر مكعب، بيطلع منها 5000 متر مكعب، والفرق ده بيكون خلاص رجع المياه، رجع البحر تاني. بالظبط كده، مياه كونسنتريت، مياه شديدة الملوحة، بتبقى دي هنا بتبقى في حاجه اسمها نسبه ريكفري، بيستخلصها الغشاء الشبه نافذ في عمليه التحليه، ودي بتبقى بنسبه معينه طبعا، بتبقى سي مثلا 40% نسبه استخلاص ميه حلوه من التوتال اللي هو كان 100%، فبيبقى في عندي 60% ميه ريجكت راحت على البحر. كده عندنا خط ميه داخل المحطه وخط ميه خارج من المحطه، انتوا بقى بترموا الميه الراجعه دي على مسافه قد ايه من المحطه او داخل البحر؟ دي بيتم حقنها، بيتم طبعا ليها دراسه بحريه معينه، بيتم اختيار الموقع وبيتم حقنها في اكتر من مكان علشان طبعا الحفاظ على البيئه من الميه شديده الملوحه دي، لان الميه شديده الملوحه دي ممكن تاثر على الكائنات الحيه او الاعشاب البحريه الموجوده في الميه.